شاهدي وقت الفجر معاكم هدى السيد من محافظة المنوفية. انتظام دخول الطلبة والطالبات في شهادة الإعدادية اليوم حيث يؤدي 82557 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم ابتداء بمادة اللغة العربية في 399 لجنة. وزي ما حضراتكم شايفين أولياء الأمور هنا منتظرين ولادهم، بس الطلبة لسه داخلين حالا الامتحان. مول كوسه في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم، ازدحام كبير أمام المدارس. أولياء الأمور يلتقون مع أولادهم في أول أيام الامتحانات اليوم. ويؤدي 82000 طالب وطالبة 575 طالب وطالبة اليوم الامتحانات في 399 لجنة، حيث فقط الأستاذ محمود الفولي تسليم ورقات الأسئلة، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان اللغة العربية.